البطولات تاع تونس هنا احنا نحكموا فيها. الحكام اللي راهم يديروا البطولة تاع تونس، هل رأيت حكم أجنبي جاء للجزائر ودار البطولة تاعنا؟ احنا حكامنا معروفين على المستوى. مصطفى غربال من بين 8 أحسن حكام في العالم. كيفاش أنا تقول لي أنت وين عرفت باللي 8 أحسن حكام في العالم؟ أنا نعطيك كيفاش 8. لما غادروا حكام في قطر في الدوحة كل الحكام غادروا حكموا إلا 8 حكام، هو من بين 8، معناه أنه هو من بين أحسن 8 حكام. تحكيم الجزائري على المستوى العربي والقاري والعالمي. أنا نجيك من الأخر بكري، واش كنا نشوفه؟ كنا نشوفه سي بن عيد لاكار في 82، صح ولا لا؟ لا. في 90 شفنا سي محمد حنصل في إيطاليا، في 2002 شفنا إبراهيم جزار في ألمانيا. واحد كان يروح واحد يا أخي، واحد 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 واحد. ابتداء من 2014 بدأوا يروحوا زوج، راح حيمودي وراح إيتشالي، صح ولا لا؟ لا. في 2018 راح توليتي عبيد شارف إيتشالي وقراري. في 2022 راح توليتي، صح ولا لا؟ لا. في كؤوس إفريقيا شحال راح؟ راح غربال وعبيد شارف وقراري وإيتشالي وبن براهم، راحوا خمسة بعد ما كان يروح واحد، ما أقصى درجة يروحوا اثنين. في 2013 راحوا اثنين برك يا أخي، هكذا ولا لا؟ لا. بشوية بشوية الآن كل دورات، في الدورة هذه خمس حكام جزائريين، في الخارج غدوهم رايحين. احنا نعطيك حاجة،